خليني أسأل لحضرتك، مين يروح للدكتور ومين ما يروحش للدكتور في أمراض الذكورة؟ تمام. بصي هقول لك حاجه، الموضوع بتاع امراض الذكوره عموما ده أنا عارفة هو مجال لوحده ده. لا هو بس هو موضوع تقديري بحت، يعني هو تمام. المريض لازم يروح للدكتور وانس ان هو حس انه مش كويس. تمام. طيب المشكله بقى عندنا ايه؟ ان المريض بيقوم رايح اي صيدليه فبيقابل اللي هو الايه الدكتور بتاع كله اللي واقف في الصيدليه اللي هو بيعمل بيدي علاج لاي حاجه، فبيقوم اللي هو عامل فيها الدكتور بشري. وطبيعي الدكتور اللي واقف ده بيبقى عايز ايه؟ عايز يتقال ان هو كويس او عايز يعمل ان هو كويس، فبيعمل ايه؟ بيقوم جاي على نوع من الفياجرا المحترم اللي تركيزه عالي قوي ويقوم مديه للمريض، فالمريض من اول مره بياخد الكبسوله او بياخد القرص بقى كويس. تمام؟ لا عارف تاثير الدواء ده على قلب المريض ايه؟ ولا عارف تاثير الدواء ده على حالته نفسها ايه؟ ما هو ممكن الدواء ده في الاول يجيب نتيجه وبعد كده هيقلب كوارث. ممكن يكون مريض ضغط، مريض سكر، مريض ضغط، قلب. بالظبط، مريض قلب بالظبط. المشكله بقى الثانيه ان الموضوع بيحصل فيه ادابتيشن، يعني المريض النهارده اتعود على الدواء ده تمام؟ فبعد بعد شويه ما عادش بيجيب نتيجه، المريض ده ما عادلوش حل بقى خلاص، يدخل بقى في حلول جراحيه وبيدخل في بروستيسيز وكلام من. فهو الفكره المريض حس ان هو مش كويس يروح للدكتور المتخصص اللي هو بتاع المتخصص. امراض الذكوره، مش تروح لاي حد يكتب لك اي حاجه وتاخدها وخلاص، بس دي الفكره. مشكله اغلب الرجال بشكل عام ما عندهمش ثقافه ان هم انا مريض في لا هي حاله مرضيه ذكورة. لا هي حاله مرضيه يعني وموجوده مش الكل بيقتنع بده يا دكتور. لا لا حاله مرضيه، يعني مش الكل بيقتنع بده. لا لا حاله مرضيه وبيدور على اسهل الطرق. لا حضرتك الانسيدنس اصلا عالي، يعني تكلمي مثلا بيتكلم على اسهل الطرق للاسف بيقع في ايد حد بيبوظ له الدنيا. لكن الفكره لو كلها امر ايرجنت شويه فبالتالي. لا بصي هقول لك حاجه، الموضوع ده مهم جدا جدا. وبعدين فكره ان انت بتتكلمي مثلا في مصر نسبه المدخنين عاليه تمام، وتقريبا 100% من المدخنين عند سن 40 45 سنه بيحصل عنده مشكله بدرجه ما في الموضوع ده. واضح ان سن 45 ده بيبدا مع الجهاز التناسلي والدوري كلها بتبوظ. الا الناس المحافظه، يعني الا الناس المحافظة.